فجأة وعلى غير العادة وبدون سابق انذار، نزلت منصة HBO Max الإعلان الدعائي للمسلسل المنتظر House of the Dragon، المبني على أغنية الجليد والنار Song of Ice and Fire للكاتب جورج مارتن. معكم حسين مختار، واليوم حنستعرض 6 معلومات مؤكدة وبدون حرق الأحداث لازم تعرفها قبل مشاهدة المسلسل. المعلومة الأولى أن مسلسل آل تنين House of the Dragon من إنتاج شبكة HBO Max ضمن خطة كبيرة جدا من الشبكة لإنتاج أكبر عدد من المسلسلات من عالم جورج مارتن. عالم جورج مارتن عالم كبير جدا وواسع يمتد تاريخه لأكثر من 12,000 سنة في 4 قارات، في قارة ويستروس اللي صارت فيها أحداث مسلسل Game of Thrones، قارة إيسوس اللي صار فيها جزء بسيط من أحداث مسلسل Game of Thrones، قارة سيتوريوس، قارة إلتوس، وكل قارة فيها تاريخ وفيها أحداث لم تروى بعد. المعلومة الثانية أن المسلسل مبني على كتاب Fire and Blood، الكتاب اللي يسر تاريخ ملوك التارجيريان بداية من إيجون الأول وصولاً إلى إيجون الثالث، ويعطينا بالتفصيل أصول عائلة الدراغونز كيف طلعوا وكيف وصلوا أصلاً لقارة ويسترس من البداية. المعلومة الثالثة أن تم اعتماد فترة زمنية معينة وهي فترة الحرب الأهلية اللي كادت أن تنهي عائلة التارجيريان من على وجه العالم، الحرب اللي معروفة برقص التنانين، كفترة تغطي أحداث مسلسل House of the Dragon. المعلومة الرابعة أن الفائز بجائزة الإيمي المخرج ميغيل اللي أخرج حلقات ومعارك لا تنسى من مسلسل Game of Thrones، وإلى جانب الكاتب جورج مارتن ومجموعة من الكتاب، رح يشرفوا بشكل رئيسي على مسلسل آل تنين. المعلومة الخامسة أن الأحداث الرئيسية في المسلسل الكل يقدر يعرفها، من الشخصية اللي حتموت، من الشخصية اللي حتغدر بالشخصية الثانية. تقدر تعرف هالمعلومات بمجرد اطلاعك على ويكيبيديا أو قراءتك للرواية، لكن المتعة تكمن في الرحلة. كتاب Fire and Blood اللي مبني عليه المسلسل عرفنا على الشخصيات الرئيسية بدون أن يتعمق في الشخصيات وتفاصيلها، على عكس مسلسل Game of Thrones. المعلومة السادسة والأخيرة أن بدأ تصوير المسلسل تحديدا في شهر أبريل من سنة 2021، وحينعرض المسلسل في شهر أبريل من سنة 2022 باعتبار أن أغلب المنصات تحاول تنزل مواسمها الجديدة في شهر 4 مش تنافس على جوائز زي الإيمي، وكمنافسة للمنصات مثل ديزني وأبل تي في بلاس ونتفليكس. في الختام حاولت أن نوصل أكبر عدد من المعلومات اللي تهمك ولكل متابعين المسلسل القادم House of the Dragon فيديو قصير وبدون حرق للأحداث.